السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ترموميكس كوزين ماروكان مع فاطمة. اليوم فيديو جديد مع وصفة جديدة. كما كتشوفوا غادي نديرو جميع وصفة ترموميكس تي ام 6. كما كتشوفوا هذا هو تي ام 6، غادي نديرو فيه واحد الطاجين اللي هو غنمي بالسفرجل. غادي تتابعوا معايا الطريقة اللي غادي نديروها في الترموميكس. هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. كما كتشوفوا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا، اللحم الغنمي بالسفرجل غادي نحتاج هنا عندي نص كيلو ديال اللحم، عندي واحد جوج بصيلات، عندي هنايا كيلو ديال السفرجل منقي نديرو له الحامض ومغسول مزيان، هنا عندي ثلاثة ديال الثومة. غادي نحتاجو سكنجبير، معلقة الملحة حسب الذوق، القرفة بالنسبة للسفرجل، والسكر كلاصي بالنسبة للسفرجل كذلك، وشوية البزار معلقة صغيرة، وعندي هنايا الخرقوم وربيطة ديال القزبور والمعدنوس. وغادي نحتاجو للسفرجل كذلك شوية ديال الماء، ماء زهر يعني ماء ورد، غادي ماء زهر اللي غادي نحتاجو. هانتوما غادي تتابعو معايا الطريقة كيفاش غادي نديرو في الترموميكس. على بركة الله نقطع الكاميرا وغادي نبدا معكم. أول حاجة غادي نحيد كوفركل، أول حاجة غادي ندير البصلة في البول، وندير الزبور، ثلاثة ديال التواني فيتاس سات. نغسلو هادشي اللي كيكب في الجناب ديال البول. دابا غادي نزيد الثومة، غادي ندير الزيت، نديرو 500 غرام من اللحم، الملحة، ملعقة ديال القرفة، ملعقة صغيرة نجمع بصغار تيسكن شبير،
50 غرام. عشرين درجة الحرارة، ما نساوش الموس. خلينا خمسة دقايق أنا معاك. يعني ديجا درت عليه شوية القرفة سكر كلاسي، وغادي ندير بالونس بعدا باش نعمر الماء باش غادي يطيب. دابا غنشحن اللحم، دابا غادي ندير ميزان ونعبر 500 غرام بالماء. كاش غيطيب لينا هاد الحيمة، وغادي ندير الكوفركل نحيد باش نحط البارومة ديالنا. السرجة غادي يطيب على فابور، غندير 55، غندير البارومة، وغادي طبعا هذا هو السفرج ديالنا. شوفوا واش طاب طاب على المريحه. دابا غادي نحط البلا الحم كيفاش كيجي، يعني كيبقى واقف حاجه. Thank you.
هذا هو الطبق ديالنا كما كتشوفوا، السفرجل بالغنمي، وهانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي هائل بالترموميكس. غير جربوه ما ترددوش، راه كيجي هائل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى الى عجبكم ما تنساوش لي لايك والاشتراك والضغط على الجرس للناس الجدد، ودائما مع فاطمة. سلام الله عليكم، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.